السلام على من غسله دمه وشيبه قطنه ونسج الريح أكفانه والقنا الخطي نعشه وفي قلب من والاه قبره روحي وأرواح العالمين ومن في الوجود لك الفداء وأقل الفداء يا قتيل العداء ومسلوب العمامة والرداء. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى حامل لوائك أبي الفضل العباس فمشى لمصرعي الحسين وطرفه بين الخيام وبينه متقسم ألفاه محجوب الجمال كأنه. ترى هذه من أصعب الساعات التي مرت على أبي عبد الله. ألفاه محجوب الجمال كأنه بدر بمنحطم الوشيج ملثم فأكب منحنيا عليه ودمعه صبغ البسيط كأنما هو عن دمه. ماذا يريد الحسين؟ قال قد رام يلثمه. أروح فدوى لهاي الدموع. قد رام يلثمه فلم ير موضعا لم يدمي عض السلاح فيلثم فأكب منحنيا عليه ودمعه صبغ البسيط كأنما هو عن دمه. نادى وقد ملأ البوادي صيحة صم الصخور لهولها تتألم أخي من يحمي بنات محمد. وينكم يا سادة؟ سمعوا هذا البيت. أخي من يحمي بنات محمد إن صرنا يسترحمنا من لا يرحمه. أخي
يهنيك النعيم ولم أخل ترضى بأن أرزى وأنت منعم هونت يا ابن أبي مصارع فتيتي والجرح يسكنه الذي هو آلم إلا جمرة غضا في جفي وجمرة عليه هوى سعد الله قلبك يا أبا عبد الله إلا جمرة غضا في جفي وجمرة عليه هوى وخيل تدوس علي وخيل على وسهم العدا صايب فدوة فدوة الروح لك يا أبا عبد الله وسهم العدا صايبني وسهمي على اقعد يا خويا توعى يا مشرد إن عد فضل الأخوة فضلك يا خويا بزوج ما شفتنا في الأخوة مثلك بذل يقول واحد من المؤمنين رأيت فاطمة الزهراء بالمنام تخاطبني تقول لي قل للخطباء يقرأوا هذه القصيدة جمرة غضا في جفي أويلي 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 إن عد فضل الأخوة فضلك يا خويا بزوج ما شفتنا في الأخوة وفي وفي ومخلص هذا الأخ قطع العدا صيح وعباسه قطع العدا ذرعانا وشال العلام اقعد يا خويا توعى يا مشرد قال لي يا ساقي الضامية وكافل العيلة هذا العلم طايح وبعدك من يشيله اتشمت عدوي واشتفى منك غليلة وظلت يا خويا بالظما ترقى وسكينة قال لي يا نور العين شيل السهم بهداي ولا تذكر سكينة يا خويا تفتت حجاي بالطفل قصدتني وانا تبرعت بالماي شاقول لو قالت يا عم الوعد وين قال لي يا خويا أيست من سمعت الصوت يا صوت سمعت الآن انكسر ظهري قال لي يا خويا قال لي يا خويا أيست من سمعت الصوت وقفت وياها الحرام بابواب البيوت وزينب مجيتك تنتظر والقلب مفتوح والطنب من طاح
العلم ضج بحنينا، ولكن الأمر لله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، والعاقبة للمتقين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه، ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. لأجل سلامة إمامنا صاحب العصر والزمان وتعجيل فرجه الشريف، ارفعوا أصواتكم بالصلاة على محمد وآل محمد. الليلة ليلة مصيبة، مو ليلة حديث وموضوع، ولكن أتناول باختصار شديد خصائص أبي الفضل العباس سلام الله عليه، أو بعض خصائصه سلام الله عليه، كما وردت في الزيارة المروية عن إمامنا الصادق سلام الله عليه. تعلمون أيها الأحبة، هناك شح في المعلومات المتعلقة بأبي الفضل في كتب السيرة والتاريخ. 35 سنة عاشها أبو الفضل سلام الله عليه، 15 سنة مع الإمام أمير المؤمنين، أو في فترة إمامة الإمام أمير المؤمنين، وعشر سنين هي فترة إمامة إمامنا أبي محمد الحسن سلام الله عليه، وعشر سنوات أيضا فترة إمامة إمامنا أبي عبد الله الحسين سلام الله عليه. ولكن إذا راجعنا كتب التاريخ والسيرة لا نجد إلا القليل القليل عن هذه الشخصية، فقط إشارات. ولكن مما يهون الخطب أننا حينما نراجع كلمات المعصومين سلام الله عليهم وهم يتحدثون عن أبي الفضل العباس سلام الله عليه، نقف على أبرز خصائص ومميزات هذه الشخصية. شخصية عظيمة فريدة من نوعها، هذه الشخصية من النادر جدا أن نحصل على مثل هذه الشخصية، بل أستطيع القول أن هذه الشخصية تأتي تالي تلو مقام المعصوم في الشأن والمنزل، وهذا ما كشفت عنه كلمات المعصومين سلام الله عليه. رحم الله عمنا العباس، فلقد كان صلب الإيمان نافذ البصيرة. هذه كلمات مو سهلة، مو بسيطة. سأقتصر في الحديث على إبراز بعض الخصائص التي صرحت بها الزيارة المروية عن إمامنا أبي عبد الله الصادق سلام الله عليه، حيث كما تعلمون هناك زيارة خاصة منصوص عليها من قبل المعصوم لأبي الفضل العباس. وهذه أيضا من مميزاته، لأنه قلما نجد زيارة خاصة منصوص عليها من قبل المعصومين لواحد من أبناء الأئمة من غير المعصومين. هناك زيارة مثلا للسيدة الجليلة سيدة فاطمة المعصومة سلام الله عليها، زيارة خاصة منصوص عليها.
هناك زيارة مثلا لعلي الأكبر سلام الله عليه. لكن كثير من أبناء الأئمة مع أنهم شخصيات عظيمة ولكن لم يحظوا بهذه الميزة. أبو الفضل سلام الله عليه حظي بهذه الميزة، الإمام الصادق سلام الله عليه بنفسه يأتي لزيارة قبر عمه العباس وينكب على القبر ويزور عمه العباس بهذه الزيارة سلام الله. حتى الشروع في الزيارة في هذه الزيارة يختلف، عادة السلام عليك يا هنا لا، سلام الله وسلام ملائكته المقربين وأنبيائه المرسلين وعباده الصالحين وجميع الشهداء والصديقين والزاكيات الطيبات فيما تغتدي وتروح عليك يا ابن أمير المؤمنين. شوفوا السلام في القرآن الكريم، سلام الله عز وجل في القرآن الكريم لبعض الأنبياء، سلام على نوح، سلام على إبراهيم، سلام على موسى وهارون، سلام على إلياسين. شوف هذا سلام من الله عز وجل لهؤلاء الأنبياء. العلة بينتها الآيات وهي أن يكون من المحسنين، أن يكون من المحسنين على كل حال. بعد ذلك يشير الإمام سلام الله عليه إلى أربع خصال، ويا لها من خصال يشهد الإمام لعمه العباس بها. يقول أشهد لك بالتسليم والتصديق والوفاء والنصيحة لخلف النبي صلى الله عليه وآله المرسل والصبط المنتجب. أي مصفات سهلة، مصفات بسيطة. أشهد لك بالتسليم، لا يوجد في التاريخ وفي كتب السيرة أي موقف بل أي لون من ألوان الاعتراض سجلت على العباس سلام الله عليه للحسين أبدا. شوف بعض المخلصين للحسين أحيانا يتساءلون، أحيانا يشيرون على الحسين بعدم الخروج إلى العراق. ابن عباس أشار، عبد الله بن جعفر، عبد الله بن جعفر في واحد يشك في محبته للحسين وإخلاصه للحسين، يأتي للحسين سلام الله عليه يسأله عن سبب خروجه إلى العراق، فحينما يجيبه الحسين بأنه يخرج لأنه لا يأمن على نفسه، يذهب عبد الله بن جعفر ويأتي بكتاب أمان للحسين سلام الله عليه. محمد بن الحنفية مؤشار على الحسين بالتوجه إلى اليمن، وأشار على الحسين سلام الله عليه أن لا يتوجه إلى العراق، لكن العباس سلام الله عليه لم يعترض بل لم يتساءل، كل تسليم تسليم مطلق، تسليم كامل للولي المعصوم. هذه صفة رائعة جدا إذا اتصف بها الإنسان، وهي صفة التسليم، هي عنوان المحبة الحقيقية، مفتاح الولاية الحقيقي. الإمام الباقر ماذا قال لأبي خالد الكابولي رضوان الله عليه، أحد أصحابه، يقول والله يا أبا خالد لا يحبنا عبد ويتولانا حتى يطهر الله قلبه، ولا يطهر الله قلب عبد حتى يسلم لنا ويكون سلما لنا. إذن صفة التسليم صفة جدا رائعة. الصفة الثانية والتصديق، قد يأتي شخص يسلم ينقاد لكن من دون تصديق، من دون إيمان. الأسير مثلا، الأسير قد يسلم ينقاد لأسيره، ينفذ الأوامر بحذافيره،
هل عنده إيمان؟ عنده تصديق؟ أبدي. العباس سلام الله عليه كان يعيش التصديق، الإيمان العميق بأبي عبد الله الحسين، والوفاء، ووفاء أبي الفضل مضرب المثل، حدث ولا حرج. وفاء أبي الفضل، وفاء أبي الفضل سلام الله عليه غدا مضربا للمثل. قطعت يمينه يأخذ السيف بشمال، قطعت شماله في رواية يأخذ السيف بأسنانه، لم يتوقف عن القتال حتى سقط، حتى سقط الله. ويأتي الحسين يأخذ رأس العباس في حجره، يقوم العباس يذب على الأرض. ليش؟ لأنه يتذكر بما يجري على الحسين سلام الله. شوف الوفاء، والوفاء والنصيحة لخلف النبي صلى الله عليه وآله. النصيحة مو الموعظة، النصيحة يعني الإخلاص في أصل اللغة، النصح يعني الخلوص، عسل نصوح يعني خالص لا تشوبه شائبة. العباس كان مخلصا لأبي عبد الله الحسين، إخلاص كامل. بعد ذلك يستطرد الإمام سلام الله عليه إلى أن يقول: ثم ادخل فانكب على القبر وقل: السلام عليك أيها العبد الصالح. الله، صفة العبد الصالح من أرفع الصفات، ليس كما يتصور البعض حينما يسمع بهذه الصفة يتصور بأنها صفة بسيطة. لا، هذه مطمح الأنبياء، هذه الصفة. نبي الله سليمان كان يسأل الباري عز وجل، هذه الصفة، أن يجعله مع عباد الله الصالحين، فتبسم ضاحكا من قولها. القرآن أشار: فتبسم ضاحكا من قولها وقال: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه، لاحظ، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. إذن السلام عليك أيها العبد الصالح مصفة بسيطة. إبراهيم سلام الله عليه يدعو الله عز وجل، أبو الأنبياء إبراهيم يقول: رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين. العبد الصالح هو العبد الذي تجرد من كل شيء في الحياة، فقط وفقط مرتبط بالله عز وجل، هذا العبد الصالح. بعد: السلام عليك أيها العبد الصالح المطيع لله. يا الله، شوف هاي الصفات، المطيع لله ولرسوله، المطيع لله ولرسوله ولأمير المؤمنين وللحسن والحسين. هذا مصداق واضح جدا للآية الشريفة: أطيعوا الله والرسول وأولي الأمر منكم. الإمام الصادق يريد يقول أن العباس سلام الله عليه مصداق لهذه الآية المباركة، المطيع لله ولرسوله ولأمير المؤمنين وللحسن والحسين، الطاعة الكاملة، الطاعة التامة. ترى هذه الصفة جدا مهمة، صفة جدا مهمة. شوفوا، واحدة من أبرز صفات أصحاب إمامنا صاحب العصر والزمان لذكره أشرف الصلوات، صفة الطاعة، الطاعة التامة. هم أطوع من الأمة لسيدها،
يقول الإمام الصادق سلام الله عليه وهو يتحدث عن شباب الطالقان وهم أنصار الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، والهم أطوع من الأمة لسيد، يطيعون الإمام سلام الله عليه طاعة عمياء، طاعة عمياء، والطاعة العمياء ترى محلها وساحتها ساحة المعصوم. بعد ما يكون مجال للسؤال والنقاش ساحة المعصوم ساحة طاعة عمياء. أبو الفضل سلام الله عليه كان يعيش هذه الصفة، ولذلك وصل إلى هذا المقام الرفيع والمنزلة، هذا الشأن الرفيع. أبو الفضل سلام الله عليه باب من أبواب قضاء الحوائج، وكلنا الضيوف على ساحته، كل الضيوف على مائدته. هذه الليلة، الليلة نتوجه إلى أبي الفضل العباس. ما عندك حاجة واقفة؟ ما عندك حاجة متعطلة؟ حاجة متعسرة؟ اطرحها في هي الساحة، ساحة أبي الفضل العباس سلام الله. يا كاشف الكرب عن وجه الحسين، اكشف كربي بجاه أخيك الحسين. هذا التوسل، توسل بأبي الفضل العباس سلام الله عليه. يا كاشف الكرب عن وجه الحسين، اكشف كربي بجاه أخيك الحسين. عباس بهضم جيناك نصرخ والدمع بالعين، عباس بهضم جيناك نصرخ والدمع بالعين، والنادي بقلب مالوم يا كاشف كرب الحسين. جيت المجلسك عناي وينك، جيت المجلسك عناي أصرخ والدمع يجري، أنشدك تقضي الحاجة وانت بحاجتي تدري. أويلي أقسم عليك بهذا القسم العظيم يا أبا الفاضل، أويلي بجاه اللي صرخ يمك الآن انكسر ظهري. لا تخيبني يا عباس يا كاشف كرب الحسين. حضر حاجتك، حضر حاجتك. أويلي بجاه اللي قعد يماك وراسك حطه بحجرة. البيت قاسي جدا. بجاه اللي قعد يماك وراسك حطه بحجرة، وسالت دمعته لمن رديت على الغبرة. لنك تدري بحاله إذا داس الشمر. لا تخيبني يا عباس يا كاشف كرب الحسين. يا أبا الفاضل، يا أبا الفاضل، يا أبا الفضل، أسمع العباس نادي يا هلا بهاي الضيوف. هاي الأبيات شفتها مكتوبة على مضيف أبي الفضل العباس، الله يرزقنا وإياكم زيارة أبي الفضل. يقول أسمع العباس نادي يا هلا بهاي الضيوف، شلون أدي هالتحية وأنا مقطوع الشفوف. يا أخوي حسين زواري لفوا من ساير البلدان، شلون أقدر بلا شفين
أضمهم خويا بالأحضر يا خويا حسين أترجاك رجع لي جفيني وبالراحة يا بعد الروح شيل السهم أريد أنظر لزواري وأشوف شلون تبكيني وأقضي حاجة المحتاج بإذن الواحد الديار إذا تقدر تشرفني إلى قبري يا نور النور الله يحفظك يا علي الكراني أويلي إذا تقدر تشرفني إلى قبري يا نور النور زينب لا تجي وياك وحق ظل عمك المكسور خايف أبو فاضل على قلب العقيلة زينب أويلي إذا تقدر تشرفني إلى قبري يا نور النور زينب لا تجي وياك وحق ظل عمك المكسور أخاف تشوفني وتسأل عن وعد بشهر وانا منها ومن سكينة يا خويا وش كثر خجلة تقدر تسمع جواب الحسين قال له لو أقدر زحف جيتك بس اعذرني يا عباس كفاية السهم المثلث خمد مني الأنفاس لو أقدر زحف جيتك بس اعذرني يا عباس كفاية السهم المثلث خمد مني الأنفاس وإذا راسك يا خويا انصاب أنا جثة من الرض لاصق بصدري رضيع اللي انذبح عطشا وإذا خجلان من زينب زينب بعد خجلان وإذا خجلان من زينب زينب بعد خجلان سباها الطاغية للشام وغصب دخلها ديوانة وما معيونها راسي ظل يكسر أسنانه ورقية شبكت على الراس وماتت خويا بالحرمان تهيأ قلبك للمصيبة يا ولا تهيأ هذا القلب نريد نعيش المصيبة الليلة بقلوبنا نتصور أبي الفضل العباس لكن قبل ذلك خلنا نسمع أم البنين وهي توصي ولدها العباس توصي بجملة من الوصايا تقول له عباس عندي لك يا ولدي كم وصية لازم تنفذها يا بعد الروح ليا يا ابني إذا رايد تبرهن طيبة رباي لا تنادي أولاد البتولة بغير مولاي لكن وإن كان ولدي وإن كان طبيت النهر لا تشرب الماي بيض وجه أمك براض الغاضرية الله يحفظك يا علي الكراني باكر إذا ضاقت الدنيا بجيش لرجاس وانذبح كل إيثار يا ابني تعرف الناس اضرب مثل الدهر بإيثارك يا عباس إياك تشرب قطرة وخيامك ضمية إياك تترك نصرة المظلوم إياك
يا الله يا الله اسمع هذا البيت. إياك تترك نصرة المظلوم، إياك بالطف إذا شمر الخنال الغدر ناداك، بين لزينب يا حبيبي أصل ترباك، وارفض ثمن حق تعبتي رد علي. لو تعطي عينك للسهم والسيف لجفوف، والهامة يفضخ العمد والقلب ملهوف، كل هذا ما يعادل من المظلوم معروف، والباري لجل حسين أوجدها البرية. يا ابني إذا خلى الصبط راسك بحجرة، رجع كريمك يا حبيبي على الغبرة، مولاك بعدك يعتفر ما حد يحضره غير الضباب والخيول الأعوجية. حسين يا حسين، حسين حسين جاء أبو الفضل. أنا راح أنزل وياك بعد شوي، لأن مصيبة العباس مصيبة عظيمة. هاي المصيبة فطرت قلب الحسين، هاي المصيبة كسرت ظهر الحسين. أبا عبد الله، ضاق صدري وسئمت الحياة، وأريد أن أخذ بثأري من هؤلاء المنافقين. قال أخي عباس، أنت العلامة من عسكري، إذا قتلت يؤول أمرنا إلى الشتات، تنبعث عمارتنا إلى الخراب. ارجع. رجع أبو الفضل، لكن هل استطاع الصبر؟ لا والله، خصوصا لما جاءت سكينة بعبد الله الرضيع. جاء العباس إلى الحسين، أخي أبا عبد الله إذن لي بالبراز. ما زال يعاود الحسين حتى أذن له قائلا، إذا نطلب لهؤلاء النسوة والأطفال قليلا من الماء. امتطى العباس صهوته جواده، وضع القرب على كتفه، تقلد السيف ومضى قاصدا الميدان، مضى إلى الميدان قاصدا المشرعة، إلا أن على المشرعة آلاف مؤلفة يمنعون ويصدون الحسين وآل الحسين عن الماء. إلا أويلي أويلي، حدر قمر هاشم على جيش العدا، وصا رمح المنية وصارمة بتار لاجا، مثل الصواعق من حدر تسمع رعيد، متبختر مكيف ملاقى الموت عيد، حتف القضب سيفه وعزرائيل بي، ضيق فضاها والعساكر شافت اهوى، شعت جبينه وصارمه تخطف الابصار، ومن صولته ذاك الجمع مثل الرحادة، فاضت طفوف الغاضرية وصاحت النار، بس امتليت غمد البتارك يا سردا، عيون المسامي من ظهور الخيل شلع، وكل حيف مدرع خطف والعسكر تضعضع، وكل ما تراكم غيمهم نور يتشعشع، فرت وحتف الموت يلقط ويلا جاء، إلا فرت وشنحل عليها نافخ الصور، تطلب الملجة والرمح يلعب بالصدور، والشمس تتوقد وقلبه من الظما يفور، وتذكر سكينة واخوها وللنهر ما إلا خاضي الماء، بس هيا ترس شفايا يروي عطش، تذكر لأن أخوه حسين بقى
ذب الماي من شفه وتحسى. يحاج النفس يا نفسي تهونين وكل الناس تغدي فدوى الحسين. غرف غرفة بيمينه أخذ ينظر إلى الماء وإذا به يتصور قلب الحسين الضامي، يتصور قلب عبد الله الرضيع. رمى الماء من يده وصاح يا نفس من بعد الحسين وبعده لا كنت أو تكون، هذا حسين وارد المنون وتشربين بارد المعين. هيهات ما هذي فعال ديني ولا فعال صادق اليقين. ملأ القربة وضعها على كتفه وخرج قاصدا إلى المخيم، فصاح ابن سعد ويحك لا يصل العباس بالقربة إلى المخيم. آجركم الله فاحتوشوه من كل صوب ومكان، فكر فيهم أبو الفاض وهو يرتجز ويقول إني أنا العباس أخدو بالسقى ولا أهاب الموت يوم الملتقى، روحي لصبط المصطفى الطهر وقى. عظم الله أجوركم أحسن الله لكم العزاء، يا لها من ساعة مرت على الحسين. فبينما العباس يقاتل إذ كمن له حكيم بن الطفيل من خلف نخلة وأهوى بالسيف على يمينه. أخذ السيف بشماله وهو يرتجز ويقول والله لو قطعتم يمين إني أحامي أبدا عندي وعن إمام صادق اليقين. نجل النبي الطاهر الأمين أخذ يقاتل حتى صبغ الأرض بدماء الأعداء وضج الناس من كثرة القتلى. فبينما هو يقاتل إذ كمن له حكيم بن الطفيل وعاونه رجل آخر من خلف نخله وضربه بالسيف على يساره. فوقف العباس متحيرا لم يكن له هم إلا إيصال الماء إلى المخيم. آجركم الله فبينما هو كذلك وإذا بسهم وقع في القربة فأريق ماؤها، وإذا بسهم آخر وفاطمة وإذا بسهم آخر وقع في عينه فانخسف نورها. ألا من مناد وعباسا المقاتل تقول العباس سقط من على صهوة جواده. أسألكم سؤال، كيف اتقى الأرض؟ يا الله تشوف العباس بقلبك لو لا؟ أريدك تشوف العباس بقلبك. هذا المشهد قطع قلب الحسين، هذا المشهد قطع قلب العقيلة زينب. عظم الله أجوركم أحسن الله لكم العزاء،
فانحنى العباس على السيف وضعه بين ركبتيه، فبينما هو كذلك إذ جاءه لعين من خلفه بعمد من حديد وأهوى به على هامته. يا اختي يا زينب قطعة وشمالي ويمين، دارت علي صفوف لا تترقبي، وان كان طحت على الثرى سلي يسكن منكم يا خي ايست للخيم ما عود، والسيف ما ينشال يا زينب بلا زنود، والطير ما يطير وجناحا كاسرين. انقض الحسين كالصقر المنقض على فريسته وهو ينادي أخي عباس، كبش كتيبتي عباس الآن انكسر. يا شيال العلم دق عدرد جيش الكفر عني، يا شيال العلم دق عدرد جيش الكفر عني. جلس عند أبو السجاد وراسه من الأرض شاله، حط في وسط حجرة وظل يصفج على شماله، يقل انظر بعينك شوف أخوك حسين وش حاله. يا شيال العلم دق عدرد جيش الكفر، سالت دمعته وخرت على خد البطل عباس، شبح عينه وشاف حسين عنده مهبط للراس، واضع راسه بحجرة يحبه والقلب محناه، يقل له قوم يا عضيدي ورد جيش الكفر عني. ومن حين التوعى وشاف راسه في وسط حجرة، شاله وترب بالقاعة ويلي واجذب الحسرة، رد حسين حط راسه بحجرة وانكسر ظهره، يقل له قوم يا عضيدي ورد جيش الكفر عني. رد عباس شال الراس شاله وبالأرض ذبه، واخوه حسين من شافه تزفر وانفطر قلبه، رد حسين حط راسه بحجرة وانحنى يحبه، يقل له ليش يا عضيدي بأفعالك تهيجني، عملتك صورنا وياك يا عباس يا ذخري، ارفع راسك من القاع حطه في وسط حجري، وانت الترب بالقاع ودمك بالترب يجري، ولا ادريش السبب يا اخوي بالله عليك خبرني. يقل حاشاك والتقصير لكني أبا خبرك،
انت هسه يا نور العين تحط راسي بوسط حجراك، ومنه اللي يضع راسك اذا تعلى الشمر صدراك، وانت تخاطبه وتقول بالله يا شمر سقني، وين الكفين يا سردال الحرب، وين الكفين، وين الكفين، دمك صوبين الله يرحمك يا ام العطيه، وين الكفين يا سردال الحرب، دمك صوبين وين الكفين يا سردال الحرب، وين الكفين، دمك صوبين من زنون، اش هالعجب منك يا شايل رايتي وساق العطاشة، املكت يا حيد الشريعة وطحت مفتوت الحشاشة، غارقة بدمك خدودك والنبي جسمك فراشة، نخيت حسين يا شيال العلم، هاي انا حسين صد لي بالعين، بنشدك يا شهم، وين الكفين، وين الكفين، دمك صوبين ليش ما رويت قلبك يوم طبيت الشريعة، قال يا مظلوم تدري بالوفا شي مو طبيعة، شلون عباسي تروى وينسى بوسكنة ورضيعة، طفلك يا حسين شعب نبونته، طفلك يا حسين وين ارجع وين واروي مهجته، وين الكفين، وين الكفين، راد يفتح عيونه والدم جامد عليها، اتحسر وهلت دموعه وغسل دم العين بيها، وقال يا خويا الوديعة بجاه ابونا من تجيها، اتعذر لي زين يا خويا بطيحتي، اتعذر لي زين ما لي يدين، دعاين حالتي، وين الجبين، سفح دمعه وصفق شفه وظل على عضيده يتلوى، وقال خلي على الشريعه جثتك ما هي مروه، ارد اشيلك للوديعه ونقضي حقوق الاخوه، وبدمع العين لا غسل ضربتك يا نور العين، يسراك منين اجيبه يمنتك، وين الكفين، وين الكفين، قال يا كبش الكتيبة وقع حملي من يشيله، وانكسر ظهري وعدوي شامت وقلت الحيلة،
قال لأخويا قال لأخويا وداعت الله وقطع وناته الثجيلة سجاه حسين ومدد جثته وغمض للعين تلفت صوبين وصاحب لوعته وين الجفين قام راجع للمخيم والحرم ترقب مجية والمراضع بشرت رضعانها بقطرة مية ولاح ليها حسين وحدة وقلطت للهاشمية سردالك وين تقل طيحته والبيرق وين سردالك وين تقل طيحته والبيرق وين قلت نجدين عن خي ورايته وين الجفين وين شلون يا ابن امي تقل ما جبت عباس لي انا اول وتالي اخويا الماي صار اقشر علي انا حيف يا شايل حملنا بالفضل راح من دينا قالها اشتحجين كفيل جهامته صارت نصين قالها اشتحجين كفيل جامدة صارت نصين طرق الزندين يا زينب نادتة وين الجفين وين الجفين مضى الحسين إلى خيمة أبي الفاضل جر عمود الخيمة انطبقت الخيمة على الأرض صحن بنات رسول الله وعباسا وأقبلت زينب تنادي يا كفيل إيش هالخبر قال انا لا تنشديني صاحب الراية انطبى وانهتك يا مخدرة سترج وانا ظهري ابو الفضل ابو الفضل يا من حاز الفضائل كلها يا الله يا الله يا الله يا الله يا من لا يقال لغيره يا الله. قبل الدعاء هناك دعوة لجمع للأعمال الخيرية وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله جزاكم الله ألف خير. كم واحد يجمع نتوجه بالدعاء إلى الله عز وجل ونتوسل وبعدين ندعو الله عز وجل نتوسل بأبي الفضل العباس وندعو الله عز وجل بالشفاء للمرضى بتعجيل الفرج بقضاء الحوائج
بإطلاق سراح الأسرى والمساجين. وكثير من المؤمنين يسألونكم الدعاء، كثير من المؤمنين يطلبون مني أن أسأل حضور حضار هذه المجالس العامرة بالقلوب العاشقة للحسين، أن أطلب منهم الدعاء من أجل قضاء حوائجهم، من أجل شفاء مرضاهم. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، 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 أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. يا كاشف السوء اكشف السوء والبلاء عنا وعن جميع المؤمنين والمؤمنات. اللهم عجل لوليك الفرج، سهل له المخرج، اجعلنا اللهم من أنصاره والمجاهدين بين يديه وتحت لوائه، وشرفنا بلقائه. اللهم إنا نسألك بعين أبي الفضل، بكفي أبي الفضل، بهامة أبي الفضل العباس سلام الله عليه، أن لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا سقيما إلا شفيته، ولا أسيرا إلا فككته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. اللهم إخواني الحاضرين والمؤسسين، أخواتي المستمعات، من أوصاني بالدعاء، تقبل اللهم أعمالهم، أقض حوائجهم، يسر أمورهم، وفقهم لما تحب وترضى. وإلى أرواح موتاهم وموت المؤمنين والمؤمنات، لا سيما الشهداء والعلماء وخدمة أبي عبد الله الحسين، نهدي للجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.